بعد 70 سنة من اختفائه، تسلمت شقيقة طيار حربي بريطاني شارك في الحرب العالمية الثانية خاتمه الذهبي الذي فقده خلال الغارات والعمليات القتالية. خاتم الزواج الذي يعود للملازم طيار جون تومسون وضعه في إصبعه في الرحلة الأخيرة التي أقلعت من ألبانيا في 29 تشرين أول 1944، سلم إلى السلطات الألبانية، وبدورها سلمته إلى شقيقة تومسون وهي دروبي ويبستر البالغة من العمر 92 عاما. حفل تسليم الخاتم جرى في وزارة الدفاع الألبانية بالعاصمة تيرانا، وتسلمت معه صندوقا صغيرا يحوي قطعة صخر من الجبل الذي تحطمت فيه طائرة شقيقها. تقول دروبي ويبستر: سيصبح كنزا، لكن مع كل هذه الأشياء الأخرى أود أن أرسل بها إلى المتحف إن كان ممكنا. أنا في 92 من عمري وأود أن أعرف وأطمئن لأغراضه، ماذا سيحدث بها بعد مماتي. في أكتوبر من العام 1944 حلقت 14 مقاتلة حربية بريطانية، عادت 12 طائرة للقاعدة العسكرية في إيطاليا وأخرى فشلت في إفراغ حمولتها وفقدت الأخيرة.